السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين صفحة فيتلارج الكرام، سعداء بتواصلكم معنا من خلال البريد الخاص بصفحة فيتلارج ومن خلال الواتساب الخاص بالصفحة، ونرجو من الله ان دايما نبقى عند حسن ظنكم ودايما ان شاء الله متواصلين معاكم، وقدر الامكان بنحاول نوصل او نقرأ كل الرسائل ونرد على كل الاستفسارات ونتشرف بخدمتكم. النهاردة ان شاء الله معادنا مع تحفة من تحف فيتلارج، بنتكلم عن الجي توكس. ده شكل العبوة الكبيرة، اللتر الجي توكس. الجي توكس هو مبيد حشري آمن، مبيد حشري آمن عالي التركيز وعالي الجودة. طيب الجي توكس ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن دلتا ميثرين سيس ايزومير دلتا ميثرين 10%. طيب ده بيختلف عن اللي موجود في السوق، طبعا اختلاف جذري كيميائي دوائيا، عن طريق ان هو رقم واحد التركيز بتاعه مضاعف، يعني انت بتتكلم في 10%، يعني ضعف التركيز المتعارف عليه في سوق الدلتا ميثرين. دي حاجة. الحاجة التانية ان هو سيس ايزومير دلتا ميثرين، ودي حتة كيميائيا كده بتفرق عن الترانز ايزومير دلتا ميثرين اللي موجود في السوق. في حاجة اسمها حلقة البنزين اللي هي المكون الاساسي للبيروسرويد او الدلتا ميثرين، الوضع هنا بيبقى سيس بوزيشن مش ترانز بوزيشن، يعني الحلقتين الميثايل جروب جنب بعض مش قصاد بعض، بالعكس. طيب ده يفرق؟ ده يفرق، ده بيزود الفيتاليتي بالنسبه للحشرات، بالنسبه للجرب والقراض والفاش والبراغيث والحاجات دي كلها قاتل بالنسبه لها، وفي نفس الوقت بيقلل من نسبه المقاومه او الريزيستنس اللي بتحصل عند الحشرات من طول الاستخدام. ولذلك السيس ايزومير ده اغلى شويه من الترانز ايزومير. طيب يبقى احنا قلنا كيميائيا دوائيا هو 10%، يعني ضعف التركيز. طيب استخداماته ازاي؟ المفروض ان هو بيترش بيه الحيوان وبيترش بيه المكان. طيب ينفع للطيور؟ ينفع للطيور. طيب استخدمه ازاي؟ باختصار، لو انت عندك عنبر سواء دواجن سواء مواشي، كل فتره لازم تعمل عمليه تطهير ضد الحشرات. تمام، الحشرات ديت مصادرها كتير، واهم مصدر ليها هو عدم النظافة المنتظمة في المكان او عدم ازالة المخلفات بانتظام، يعني تراكم المخلفات وتراكم القمامة وتراكم الروث وتراكم الحاجات المهملات او الحاجات ديت في المكان، ده اكبر سبب لان الحشرات او الجرب او القراد او الفاش او الحاجات ديت تبقى موجودة وبكسر. الحاجات دي بتتكسر بسرعة شديدة جدا. في مصادر تانية، طبعا في مصادر تانية، لو انت بتدخل افراد للقطيع بتاعك من غير ما تعمل عملية حجر او تطهير، فده بيبقى مصدر شديد جدا للعدوى. يعني انت لو جبت عجول من السوق دخلتها على العجول اللي عندك من غير ما تطهر ومن غير ما تعمل عزل لفترة بسيطة، فانت كده عملت العدوى بنفسك للمكان. طيب عنابر كتير برضو ممكن تكون قريبة، سواء في اللارج او في الدواجن، ممكن تكون قريبة من الاراضي الزراعية او الترع او المستنقعات، دي اماكن تزاوج الحشرات ديت وتكاثرها، فبرضو لازم تبقى عامل حسابك ان لازم يكون في روتين وقائي من الحاجات دي. طيب الكلام ده برضو ينفع بالنسبة للطيور، ينفع الدلتا ميثرين بتاعنا او الجي توكس احنا بنورده لمزارع كتير بيترش على الفراخ في قلب العنبر وبجرعات صغيرة خالص. طيب في حاجة مهمة برضو بخصوص ان احنا قلنا التركيز وقلنا الكلام ده، لما تيجي تستخدم الدلتا ميثرين لازم ترش الحيوان والمكان في نفس التوقيت. لازم ترش المكان والحيوان في نفس التوقيت. ليه؟ لان انت لو رشيت الحيوان بس فالحشرة هتبتدي تنتقل للمكان وتبتدي تستخبى ما بين الجدران وبين الشقوق وبين المخلفات او في اقرب مكان موجود بجوار الحيوان، فانت لازم ترش الاثنين في نفس التوقيت. طيب بخصوص الدلتا ميثرين وما شابه، معظم مبيدات الحشرية الآمنة، ونركز على كلمة الآمنة، لا تؤثر على الطور الغير بالغ من الحشرة. الحشرات ديت بيبقى ليها كذا طور، الطور الأولاني هو البويضة، الطور الثاني هو اليرقة، الطور الثالث هو اليافع أو الناضج من الحشرة. أي مبيد زي الجيتوكس وغيره هيكون بيأثر على الطور البالغ فقط، فبالتالي هنا انت لازم تعمل حسابك ان اول ما يحصل نضوج لازم تعمل عملية رش مرة كمان.
تمام. وافضل شيء ان انت تكرره بعد اسبوع، ثم بعد ذلك تكرره بعد كمان اسبوع. وفي برامج مكافحه خاصه بحالات الريزيستنس او المقاومه، دي بقى ممكن نبقى نقولها وقت ما ينطلب مننا ان شاء الله. طيب الجي توكس جرعته قد ايه؟ زي ما قلنا هو تركيزه عالي جدا 10%، فالمفروض ان جرعته ربع سنتي على لتر الميه، ثم بعد ذلك تستخدمه للحيوان وللمكان امن مفيش مشكله. طب لو حبيت تزود الجرعه هتحط نص سنتي على لتر الميه. طيب معاك امان لحد ايه؟ لحد سنتي وربع، بعد كده هيحصل منه مشاكل. يبقى بعد سنتي وربع هيبتدي يظهر علامات السميه بتاعه الماده دي. خلاص الماده دي امنه واصلها عشبي اللي هي البايريسرويد، ولكن لو انت زودت التركيزات هيحصل عمليه انافلاكسيس وهيحصل عمليه حساسيات وحاجات زي كده، فبلاش نوصل للحكايه دي. الجي توكس متوفر مع المندوبين، متوفر مع الموزعين، متوفر منه احجام من اول 10 مللي لحد لتر، يعني 20 مللي و100 مللي وهكذا. تقدر تستخدمه للدواجن، تقدر تستخدمه للمواشي، تقدر تستخدمه حتى للجناين، تقدر تستخدمه حتى للبيت، لان هو امن على جميع انواع الحيوانات والانسان، وكمان فعال جدا على جميع انواع الحشرات. اتمنى ان شاء الله نجرب الجيتوكس. شكرا لمتابعتكم.